الأبطال. عدنا لكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الختامية، فقرة العم صالح، الفقرة اللي الأطفال منتظرينها عشان يسمعوا معها قصة نستفيد منها ويستفيدوا منها الأطفال. كيف حالك عم صالح؟ والله الحمد لله. وحشتنا يا عم صالح. أنتم وحشتونا أكثر ما شاء الله. اليوم معاكم دفعة جديدة. اليوم معانا دفعة جديدة ومتحمسين يسمعوا منك القصة. متحمسين؟ صدق؟ بتسمعوا القصة؟ كأن صوتكم ضعيفة كذا، كأن من الأطفال. أرفعوا صوتكم عشان أحكي لنا القصة. يلا. تمام. بنحكي لكم اليوم قصة عن الخلق الحسن. تعرفون الخلق الحسن؟ يعني الطفل لما يكون عنده خلق حسن تمام وممتاز يكون ومتعاون وهكذا. بنعطيكم قصة جميلة جدا جدا. كان في مدينة حاكم. الحاكم هذا يعني يحب الشعب حقه ويحب الناس وريال طيب وعادل. وكان في المدينة هذا أب وأم، معاهم 2 أطفال، بنية وولد. الولد اسمه خالد والبنية اسمها خلود. وهذيل الأولاد 2، بنية والولد، تمام، كل يوم يروحون المدرسة. لما يروحون المدرسة يعبرون في الطريق، يحصلون قطة مسكينة بغت ماء يعطونها ماء، يحصلون شيبة غابة يعبر في الطريق يعبرونه، عيوز مسكينة معاها كياس يشلون معاها، ريال عور ما يشوف الطريق عبرونه، وهم سارحين للمدرسة. يروحون المدرسة ويرجعون المدرسة نفس الطريقة. المهم انهم يساعدون الناس، يعني مخلاقهم حلوة. كبروا، الناس كلهم عرفوهم في البلاد. خالد خلود، خالد ممتازين عويلة طيبين. وهم بعدين يروحوا البيت هناك يقولوا لأبوهم، يقول لهم اليوم شونا يا يابا، أنا عبرت شيبة مسكين عور عبرته في الطريق. يقول له طيب يا ولدي، ممتاز جدا. كبروا قدهم وين دحينا؟ قدهم في الثانوية. شفتوا كيف؟ سمع الحاكم هذا أنه في 2 أطفال، واحد اسمه خالد واحد اسمه خلود، يعني يساعدون الناس ويتعاونون مع الناس. قال كي أنا بختبرهم لكلام الناس، لما صدقوا لازم بغيتوه بختبرهم دحين شوفهم صدق ولا كذب الكلام. ولقى تنكر خريه خنه شيبه تعبان كده مسكين، ويه عند الحديقه هون حيت البيت حق العويله ديل البريه والولاد، ويلس الا شافهم ما يلقون يساعدون قطه طلعت فوق الشيره يساعدونها، خريوها طوها مي. قال بس هم ديلهم يلمان عندهم يا عويله. قالوا له ايش معك؟ ظاهر انك رجال غريب من انت من البلاد. قال نعم والله انا ريال غريب وجيت من بلاد بعيده، ولا نعرف حد الا واحد صاحبي هنا، وصاحبي دحين ما حد هو، كيف نسوي هنا؟ قالوا بيت بلاد ثانيه وانا ما نعرف حد، ريال غريب وجويع بغيت ماء. قالت له خلود لحظه، فتحت الشنطه حقها وخريت معها مسكينه 2 سندوتش. قالت له دي سندوتش كله، ويا خالد وخري قاروره ماء، خلوا دين ماء شربوا، ونحن دحين بنروح المدرسه، وانت يلس في الحديقه دي لما نيم المدرسه ان احنا بنجيب لك اكل من الدار. قال لهم لا والله انا مستعجل، وانا دحين صاحبي ما حد هو، انا بريع من حيث ما جيت، وجزاكم الله خير. بتوا المدرسه. الحاكم عرف انه كلام الناس صح، رجع القصر حقه. يوم رجع القصر حقه طرب لمن؟ طرب للنايب حقه. قال له تعال يا النايب. قال له كيف؟ قال له نحن بوينا بنلقي حفل كبير في البلاد. قال له تمام، وبنكرم 2، بنكرم من الولاد والبنية. قال له نعم، قد سمعت انه هذا العويلة البنية والولاد يعني اخبارهم ممتازة والناس كلها يشيدون بهم. قال له خلاص، قال له اكتب رسالة لبوهم وانا يحضر الحفل هذا. قال له تمام. بتو لما عند بول الولاد دي ولا رسالة، استغرب الحاكم بغانه يعني يدعينا للحفل شيء كبير يعني، وبيرسلون له سيارة لما تحت الدار شله هو عياله. ايش هذا؟ بس خري جات السيارة الساعة 4 العصر،
ما عاد شيكوا ليش تمام طلعوا في السيارة ناس كلهم يعينون فيهم واحدة دي خالد دي خلود دي أبوهم وين والحفل حق العاقم جزاها الله خير يستحقون كل الناس وا ما قالوا لا مدري لا يستحقون الناس كلهم معاهم يعني طلعوا جلسوا في القصر عند الحاكم كل شيء فعن دعاء نحن نكرمكم نحن مدراء لما يب يسلمون الشهادة عينون في الرجال يحصلون هود الشاب اللي عطوه السندوتشات هو قال له انت قال له قال له خلود تعالي قربي ما كلمش قربت لعنده قال له سمعي سندوتش حقش ما شاء الله تمام زين ممتاز عنا بغيتش تعلمي لنا الطريقة كيف تسوين به قالت له خلاص ني كل يوم بجيب لك سندوتشات قال له لا 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 نضحك مع شنا وقال له خلود جزاك الله خير يعني فعلا الناس ما كذبوا واخلاقكم ممتازه وخلوا اخلاقكم هكذا وما هو انتم بس وغير الاطفال كمان يكونون اخلاقهم زينه صح ولا لا؟ ها؟ ليش اخلاقكم زينه؟ مشان تتعاونون مع الناس تساعدون الشيابه تساعدون كبار السن تعبرونهم الطريق وهكذا خلقت قصتنا لهذا اليوم في الخلق الحسن. يعطيك العافية يا عم صالح انبسطتوا بالقصة استفدتوا منها طيب مين يقول لي ايش استفدنا يلا اعطيهم المايك قولوا لي ايش استفدتوا يا سعيد متحمس يلا سعيد قول لنا ايش استفدت نعبر الشيبة على صوتك نعبر الشيبة بالطريق شاطر يعني ساعد الناس ايوه شاطر مين كمان هيقول لي قولي نعم تكلمي قولي عجبتك القصة ايش عجبك فيها انك تساعد الناس وتساعد ايش كمان ايش تسوي كمان قولي يلا تكوني شاطرة في المدرسة صح وتساعدي العجاوز صح في الحافة شاطرة صح ولا لا ايوه تمام طيب مين شاطرة. كمان استفاد معنا بالقصة يلا ما حد بيقول سالم ايش استفاد من القصة يلا نقول لازم ان تكون اخلاقنا حسن شاطر فعلا طيب يعطيك العافيه يا عم صالح مره استفدنا من القصه واستمتعنا بيها بس باقي الحكمه ما قلت لنا الحكمه يا عم صالح الحكمه ان الانسان لازم يكون خلوق يكون انسان عنده اخلاق حسنه ليش مشان الناس برضو يعني يشيدون به ويستفيدون من اخلاقه ويتعلمون منه صح. هذه الحكمة هتمشون ورا الحكمة هذه إن شاء الله هتطبقونها قولوا إيوة ستار طيب أنا شايف عيونهم هنا أنتم متحمسين للأشياء الحلوة اللي هنا متحمسين طيب مين اللي يبغى يلا نعطيكم فلوس عشان تشتروا من بسطة العم صالح يلا نعطيهم الفلوس يا فاطمة يلا أنا حاعطي الأولاد ها يلا أعطي صاحبك اللي جنبك أعطي سعيد يلا أعطي محمد أيوة ستار يلا مين حيقوم أول مين يقوم أول تعال يا محمد حط الهدية على الكرسي وتعال تعال وقف هنا أيوه حت وأبغيت طبعا يا سعيد نحن في كل حلقة وفي كل قصة لازم نعطي الأطفال حاجة من الحلويات اللي معانا صح ولا لا أبغيت وا تكلم قول إيش أيوة. تبغى وإيش عادك بغيت شعرية أيوه شاطر سك اسمك من محمد يا سلام خلاص وش عادك خلاص يلا مع السلامة ها يلا مين يلا حط هديتك على الكرسي يلا تعال قرب هنا عندي حيا قرب هنا عندي اسمك من سعيد ارفع صوتك ما اسمعكنا سعيد تمام بغيت واي سعيد واحد شعرية ونعناع ايوه بغيت وعدك ارفع صوتك ولا ما حيعطيك شيء واحد بفك ايش اسمه ذي مساك سعيد سنه كم انت اولى على كله يعني تمام كذا في المدرسه ولا هو كذا ها شاطر يا سلام يلا مين باقي معانا تعال يا سالم حط هديتك ارفع صوتك يا حيا من اسمك سالم حيا ابو فوتو يا سالم واحد شعري ارفع صوتك كلم كنك مستحي
الا البنيات تسحيه كانك فع صوتك بافك ايوه ما واحد واحد نعنع سنه كم انت سبعه ما شاء الله تعرف تغني ولا تمثل ولا شيء ولا ما يعطونكم شيء في المدرسة؟ ها؟ ماشي تمثيل ولا أغنية ولا شيء كذا؟ لا ما؟ ماشي طول يلا باقي دور الأميرات ما شاء الله ما شاء الله على أمورة تعالي نقرب من اسمش الأمورة؟ فرح فرح يا سلام واتوا يا فرح وفك واحد وفك واحدة نعنعة واحدة نعنعة خلي امسكي وعده ما بغيت شعرية عادش بس ها كيف حالش خير تغنين ولا شي ولا تمثلين ولا حركات كده ولا شي ماشي ها سنة كم انتي خامسة ما شاء الله العمر كله حيابش يلا مين باقي ما شاء الله من الأمورة دي رغد ها رغد واتوا يا رغد بفك ونعنع كان صوتش ضعيف ماشي ها وابغيتي بفك ونعنع عاد الحين سمعت بفك ونعنع بس سنه كم انتي خمسه ما شاء الله شاطره ولا نص بنص هات صوتك غنش شاطره من الاوائل والله ما شاء الله من سرح لك اليوم ما شاء الله الله يعطيها الصحه باقي نعومي نعومه تعالي يا نعومه نعومه تعالي تعالي اسمش نعومه ما شاء الله واتواي نعومه واحد بفك واحد بفك واحد شعريه واحد شعريه واحد من دنعنا واحد من دنعنا ما شاء الله ودواف يدي ايش ذي خاتم وده وسواره من عطاش اياها امي ما شاء الله تبارك الله يوم فزتي ولا اعطت شيء كذا كده ما فزتي في الامتحان اعطوه شيء كذا هديه ولا ماشي طول قولوا لهم اعطوني هديه كيف دي هديتش من عندي يوم فزتي طيب ها متحمسين مبسوطين طيب يعطيك العافيه يا عم صالح استمتعنا جدا بالقصه حتى الاطفال استمتعوا واستمتعنا مش كمان فقرة الموهبة فقرة العجلة الدوارة وصندوق الحظ وجاء دور نختم من قدام عربة العام صالح ونقول لهم ايش يا سعيد ونقول لهم مع السلامة مع يلا السلامة. اطفال كلنا مع السلامة